إذن صورة تذكارية بعد الاجتماع الذي عقدته إدارة ميدان المطار لجميع الفرسان وسن القوانين لميدان المطار وبقية الميادين في عالم السباقات والميادين. كان على صعيد ميدان الأحلام وعلى صعيد ميدان قادة الجليل كل الاحترام تصفيق الجماهير لإدارة ميدان المطار على هذا الجهد. طبعا هذا الشيء لكم ومن أجلكم أيها الفرسان، أنتم تمثلون الملاك والمدربين داخل أرضية الميدان. كل احترام لجمال أبو محمد وأبو صالح. لورد البرجينو مختار بريق بيان وعد عتيق الفانتوم وكحيلان استعجلون بهذه الأسماء الله يرضى عليكم. جمال دلبك على صوت لورد البرجينو في عملية الإحماء متجه إلى نقطة الانطلاق. نائل أيضا على صوت بريق بيان صوت مفتوح الدرجات كما ذكرنا. البغدادي كما ذكرنا على صوت وادي. أيضا سالم العقبي على صوت عتيك الفانتوم. تفتح الأبواب أمام خيول المجموعة السابعة صوت مفتوح درجات. تفتح الابواب وفعلا اخواني ينطلق الشوط السابع على بركه الله. بسم الله ما شاء الله تلقى موفقا للجميع المشاركين. بغدادي على صوت وادي متصدر المجموعه من البدايه. سالم الاقوى على صوت عتيق الفانتوم بالمراتب الثانيه. الخيول بالمراحل الاولى من السباق. بريق بيان مع نائل بالمراتب الثالثه. ابزي مع لورد البرجينو يترقى بالمراتب الرابعه. الخيول الان بدخولها الى المنعطف الاول. بسم الله ما شاء الله الخيول في مجموعه واحده. الخيول في مجموعه واحده. ما يزال عتيق الفانتوم مع سالم العقبي متصدر المجموعه. عتيق الفانتوم ما يزال متصدر المجموعه. وادي مع الخيال بغداد الان بالمراتب الثانيه. الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. نزاع خماسي رباعي رائع وجميل. نزاع خماسي رباعي رائع وجميل. يا سلام سالم العقبي على صوت عتيق الفاتن ما يزال متصدر المجموعه. عتيق الفاتن مع الخيال سالم العقبي. خالد السعدي ينطلق من الامتار الاخيره مع الحصان كحيلان. الا ان سالم العقبي على صوت عتيق الفاتن بالمرتبه الاولى. كحيلان بالمراتب الثانية مع خالد سعدي ووادي بالمراتب الثالثة مع الخيال بغدادي. توتو قيادة المدرسة سالم العقبي. إذن مبروك ألف ألف مبروك للملاك ومدربي عتيق الفانتوم الذي انقضه سالم العقبي.
تصفيق حار لعتيق الفانتوم. سلمكم هذا الشوط علي سعيد ابو حسين. مبروك الف مبروك. المرتبة الثانية كانت لكحيلان مع الخيال خالد السعدي. الملاك دي جي محمد زبيدان في قسم الطبعون. ايضا ابو حسين يسلم كاس المرتبة الثانية لكحيلان. الملاك محمد زبيدان مبروك الف مبروك محمد. خالد السعدي ايضا. مرتبة ايال بغدادي. ايضا ابو حسين علي سعيدة يسلم كاس ايضا المرتبة الثالثة من هذا الشوط. مبروك الف مبروك للملاك ومدربي وادي الذي قاده بغدادي. مبروك الف الف مبروك.